الحجامة بين القبول والرفض، تحدي من تحديات المجتمعية ذات المنحى الطبي. الحجامة في مواجهة صعبة مع الطب الحديث وفهم ما ينتظرنا وتحدي لنا جميعا. مرحبا. تثير الحجامة اليوم جدلا ونقاشا حادا بين مؤيديها ومعارضيها، فبينما يرى مؤيدوها أن لها فوائد واضحة على الصحة، يرى معارضوها أنها لا توجد معطيات بحثية كافية لدعم هذه الفوائد، وأنه إن كان لها تأثير فهو نفسي فقط حسب قولهم. فما هي حقيقة الأمر؟ ما هي رهانتها أمام الطب الحديث؟ وهل لها ضمانة علاجية قد تجاوزت ضمانات الطب الحديث؟ لرفع التحدي معنا من الدار البيضاء الدكتورة منى أماني، اختصاصية في العلاج الطبيعي للأمراض المزمنة والعلاج بالزيوت بالوخز بالإبر عبر الأذن. صباح النور دكتورة منى. صباح النور حديثة. مرحبا. 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 مرحبا نورتيني. ومن الرباط ينضم إلينا الدكتور عصام الوكيلي، طبيب أخصائي في جراحة العظام والمفاصل. صباح النور دكتور. مرحبا. مرحبا. صباح النور خديجة، تبارك الله عليك. مرحبا نورتيني. أبدأ معك دكتورة منى، يعني تخصصك علاج طبيعي، ما علاقة ذلك بالطب الحديث وأين تتموقع الحجامة ضمن مسار طب البديل؟ نعم خديجة، ترى تسمعينني؟ نعم. أعيد لك السؤال؟ نعم. الحجامة ما كاش تأثير ديالها؟ لا أسمعك جيدا دكتورة منى، لا أسمعك جيدا، لا يصلني صوتك جيدا. نعم. نعم أستاذة خديجة تسمعني مزيان؟ نعم يأتيني صوتك متقطع. نعم. على أين؟ نعم تفضلي تفضلي. ممكن أنا لي سؤال خديجة؟ نعم نعم بكل فرح. قلت لك تخصصك علاج طبيعي، ما علاقة ذلك بالطب الحديث وأين تتموقع الحجامة ما دامت هي موضوع الحلقة ضمن مسار الطب البديل؟ أين تتموقع الحجامة؟ الحجامة خديجة هي كما كان الثيرابي أو لوحة التصل الطبيعي اللي هو جد مطلوب مؤخرا بحكم التعالية ديالو وبحكم أن الناس أنا سنة نبوية غيرها، يعني كنقولوا عندها واحد تدخل فعال علاج طبيعي. فبصفة دكتور ناتوروباط أو اختصاصية في علاج طبيعي، نأكد أن الحجامة من بين التخصصات الطبيعية الجد الفعال. فهنا أننا نقولوا حصة الحجامة كافية أنها تحيد لنا واحد الهموم اللي تصبرت لنا فعلا التلوث. بهذا الاستاذ اللي نتعيشوا فيه ضغط الحياه، تناول الادويه اللي يمكن انها تؤدي لنا بزاف ديال الحاله نقولوا او اضطراب اعضاء ديالنا بحال الديجيتيف المعده او الامعاء ولا الكبد. فهنا دكتورة منى عفوا، دكتورة منى عفوا على المقاطعة لأن الصوت غير جيد ولا أسمعك جيدا، يعني سأنتقل لدكتور الوكيلي في حال أن يتم يعني يصوبوا بطبيعة الحال الصوت في قسم الإخراج. إذا دكتور الوكيلي، أنتم رجل علم، كيف تقيمون علاقة الاستشفاء من بعض الأمراض خصوصا أمراض المفاصل بالحجامة؟ يعني باختصار شديد ربما ماذا يقول الطب الحديث عن الحجامة؟ دكتور تسمع. شكرا خديجة، ما عرفتش كتسمعيني مزيان. نعم جديد نفس المشكل، كتسمعيني مزيان؟ نعم أسمعك أسمعك. نعم نعم تفضل. ألو أسمعك. نعم نعم, نعم تفضل. الأخت جيد جدا جيد جدا. ألو بالنسبة لنا الحجامة في الطب الحديث هي واحد المسألة اللي نقولوا تكميلية. إحنا بطبيعة الحال إلا مشينا اعتمدنا الأبحاث اللي كيديروها الناس في الغرب
ما غنلقاوش بزاف ديال اللي كيقولوا الدراسات اللي مدوره في هذا المجال، ولكن كتبقى الحجامه عندها واحد الموقع ولا واحد المركز في المنظومه العلاجيه. الو، نعم اسمعك دكتور بكيري، تسمعني؟ داكور. الو، لك كنسمعك مزيان، وغير بغيت نتاكد بان كيدوز الصوت مزيان. يعني الحجامة هي ماشي الناس كيستكرو الرسومات اللي على ما يبدو في مشكل يوم في جودة الصوت. انتقل للدكتورة منى في انتظار ان نعم دكتورة منى، نعلم اليوم وبعد أبحاث عديدة توصل الخبراء أن الحجامة تدرس ويعمل بها في العالم الغربي، وهي أصبحت اليوم جزء من العلاج الطبيعي المتداول. ما الذي جعل الغرب يعالجون بها بالحجامة؟ أكيد إحنا كنعرفوا أن الغرب هما من بين اللي سباقين للعلاجات الطبيعية، بحكم أنهم كانوا منفتحين على بزاف العلوم الآسيوية وغيرها اللي كانوا كيعتمدوا على العلاج بكل ما هو طبيعي. فالحجامة كانت شائعة بزاف في آسيا، خصوصا في الصين، بعد ما كانت نورمال مهنا العرب اللي كانوا يعملوها بزاف، رغم هنا في الصين كانت متداولة، فهي كعلاج أولي وضروري وطبيعي ووقائي إلا بغيتي تقول. فقبل ما الإنسان أنه يمرض كان كيلجأ للحجامة عندهم، اللي هي كتسمى كابينغ ثيرابي ولا ثيرابي دي فونتوز، معروف بها أنها كتحيد بها واحد النوع من السموم، أنها للوقاية من العديد من الأمراض، لاكاليتي ديال الحياة كما كنقولوا، للحياة باش تكون العيشة جميلة جودة الحياة. نعم جودة الحياة، شكرا أستاذة خديجة. فمن أجل جودة الحياة كما كنقولوا مزيانة، فهنايا كانوا كيلجؤوا للحجامة. أكيد أن من بعد المفعول ديالها، من بعد أنهم كيتكلموا عليها، والمفعول اللي كان على حسب بالنسبة للمرضى ديال الأمراض المزمنة، مرضى السرطان مثلا، فكانوا كيلجؤوا للحجامة. بالتالي غدا تدرس، أكيد أنها غدا تدرس. فهنا مثلا موضوع الحجامة فهي ليست ماشي دراسات اللي كياخذها طبيب أكيد. فهنا غالب المعالجين كيكونوا بعادين من الميدان الطب وغيره، لأن احنا هنا كنهضروا على مسارات ساقية، كنهضروا على واحد العضو اللي هو غير مرئي، اللي ماشي تقراش كما كنقولوا في العيادات الطبية، في الكليات الطبية. فهنا طبيب بالنسبة له الحجامة هي واحد العلاج اللي هو كما كنقولوا داخل في التقليدي او لا الطبيعي. هنا برا كيتقرا بزاف، فهنا كاين بزاف الكليات ديال الطب اللي كتقري لماريديا او للمسارات التقليديه اللي كنعتمدوا عليها في اجراء هاد الحجامه كما كنقولوا. فهنا في المغرب مثلا وبزاف في الدول العربيه وغيرها ما كيدرسوش الماريديا او للمسارات التقليديه، فبالتالي كيفاش غادي يجي طبيب انه يجي ويعمل لنا هاد الحجامه اذا كان هو بالنسبه له واحد التقنيه اللي هي تقليديه او اللي هي غير معترف بها مثلا في البلاد ديالنا ولا في سائر البلدان، اغلبيه البلدان. الوغ هنا هذا علاش برا كنلقاو انها كتقرا، لانها تفعاله، لان خدموا بها كنلقاوها انها تمارس في العيادات وكذلك أكيد. في المستشفيات. فملي كنقولوا انها تمارس في العيادات والمستشفيات، فاكيد ان الناس او حتى المعالجين غيجوا انهم يقراوها، وبالتالي قننوها وخلوها انها داخله في الكليات الطبيه باش تكون مقننه، باش الناس اللي يقوموا بها يكونوا اهل لهذا الميدان. فملي كنقولوا من غير انها حجامه يعني كنداويو بها وهذا، فهنا معها كيفاش كدار، كيفاش كتقام بها، فخاص المعالج يكون من الميدان الطبي، لان غير حاول كيفاش يدير لنا وموثوق، يعني شخص موثوق ومكون بطريقه علميه بامتياز. طيب نعم، انتقل للدكتور عصام الوكيلي. يعني معارضو الحجامه يصرحون أنه لا توجد حتى الآن بيانات بحثية كافية أو دراسات قد تدعم ضرورة الحجامة. ربما نسأل كيف يمكنها علاج كثير من الأمراض التي ليست لها علاقة ببعضها، مثلا نجد الصداع وعرض عام، الحساسية مرض مرتبط بجهاز المناعة، إنفلونزا مرض فيروسي، أو الروماتيزم اللي عنده أسبابه طبعا وهذا من تخصصك. كيف يمكن قراءة هذه العلاقة؟ دكتور هل تسمعني؟ نعم كتسمعني مزيانة؟ نعم 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 تفضل. الوغ احنا بالنسبة للحجامة هو ما كاينش واحد المعارضة جذرية على الحجامة، بطبيعة الحال كاين واحد النوع من النقاش
لان علاش؟ لان كاين واحد شويه ديال قله الدراسات اللي مديوره في هذا المجال، لان ماشي لانه ما خدامش، ولكن لان الناس ما لان الدول الغربيه ما كيطبقوش ليه. حنا بحكم كوننا بلد اسلامي، حنا الاجابه ان عندنا في احاديث، يعني بغض النظر على المستوى العلمي او لا، لان حتى من الناحيه الدينيه ان احاديث اللي كتهضر الحجامه كعلاج، والناس كينطلقوا منها من هذا المنطلق. نعم، الطب النبوي، يعني تدخل في اطار الطب النبوي. تماما استاذ خديجه. وهنا الناس كيصحاب لهم واش الحجامه بدات غير مع الطب النبوي، الوغ كو الحجامه راه تعود الى الاف السنين، مع الصينيين، مع الفراعنه، مع الاشوريين. الوغ حنا غنرجعوا للنقطه اللي سولتيني عليها اسامه. حنا في اكتويلمون كاينين دراسات، ماشي ما كاينينش، ولكن خلال هذه الدراسات كمثال مثلا سولتي لي على الصداع ولا كيفاش هذه الحجامه كتعالج واحد المجموعه ديال المسائل. حنا بالنسبه لنا الحجامه هي طب تكميلي وعندها الدور ديالها، لان كاين انيفيكاسيتي، غير هي ما يمكنناش نعتبروها كالعلاج الوحيد ولا كذاك العلاج اللي كنقولوا ساعه ميراكل اللي غادي يدير كل شيء، لانه بحال كاع العلاجات بصفه عامه. الوغ بالنسبه للصداع، الا بغينا نقولوا كيفاش كيكون التاثير ديال الحجامه، ملي كنديروا دوك التشريطات اللي كيداروا في الحجامه اللي كتسمى الحجامه الرطبه، هذوك التشريطات كيكونوا في واحد المستوى اللي سوبرفيسيال، يعني كنقولوا على ليبيديرم، ذاك الجلد الفوقاني كاع، وهذاك الجلد عنده احساس بزاف، يعني عنده مستقبلات ديال الاحساس كثيره اللي كتوقف لنا ما يسمى ابواب الالم ولا جيت اوف بين، اللي هذوك المستقبلات كيوقفوا الالم الكبير اللي كيدوز للراس. بحال دابا الانسان اللي ضرب راسه مع شي خشبه، الا ضرب راسه مع شي خشبه، اشنو كيدير؟ كيلقى حك راسه بزاف في الزربه، راه غادي يحك في الزربه باش كيستيميلي ولا كيوهج دوك المستقبلات ديال الحس الخفيف وكينقص الحريق. جيد، انا فقط اريد يعني ان احدد سؤالي معك دكتور لوكيلي فيما يتعلق بامراض العظام، والمفاصل والروماتيزم. يعني بعض الاشخاص مرحبا، بعض الاشخاص يتابعون مثلا عند التخصص ديالكم وكنرفعوا لكم القبعه بطبيعه الحال، ولكن هل طول المده ديال العلاج، هل عدم الالتزام ديالهم بالعلاج ربما كيكون سبب ان ما كيتشافوش، ما كتكونش ضمانات علاجيه، وبالتالي يلجؤون الى الطب البديل والى الحجامه؟ نعم استاذه، احنا بغيت نفهم. لا فهمت السؤال ديالك استاذه. الو استاذه خديجه، حنا في الطب الحديث بطبيعه الحال كنعطيو علاجات، ولكن العلاج ديالنا ماشي ديما كيكون 100% كنقولوا افيكاس. هذاك ديك النسبه اللي كتبقى ديال باش اننا نكملوا هذاك الافيكاسيتي ولا ذاك النجاعه ديالنا، كيدخل فيها هذا الطب التكميلي بما فيه لاكيبونكتور، بما فيه الحجامه، بما فيه لا فيزيوثيرابي ولا العلاج الترويضي ولا العلاج الفيزيائي، بما فيه لا سيكولوجي، بما فيه يعني مسائل اللي كنقولوا بصفه عامه اللي كدير في الطب التكميلي. يعني حنا بالنسبه لنا الطب التكميلي ماشي هو شي حاجه اللي كنقولوا بدع ولا شي حاجه داخله ولا ما صالحش، بالعكس هي مسائل كتعاوننا وكتكمل لنا العلاج. بطبيعه الحال الناس اللي كيكونوا عندهم امراض مزمنه بحال البوليارتريت روماتويد ولا لا فيبروميالجي، هذا نعم. الناس اللي كيصعب علينا بطبيعه الحال نعالجهم غير بالادويه، جيد، غير بالطب الحديث، وكنكملوا بمسائل تراديشنال. ممتاز. طيب دكتوره منى، غادي نسال معك على الطرق ديال الحجامه، شنو هي المتطلبات ديالها، هذا جانب، وجانب اخر، هل الحجامه تشكل خطر على من يعانون مثلا من فقر الدم، او من يضعون منظم ضربات القلب، او من لديهم سيوله في الدم؟ ربما انا غادي نسال معك على هذا، وبالخصوص يعني كما قلت الاستاذ الدكتور لوكيلي فيما يتعلق بامراض العظام والروماتيزم والمفاصل. نعم استاذة خديجة، السؤال ديالك واضح. بالنسبة للحجامة اكيد بحالها بحال بزاف التقنيات او لا كما كنقولوا لي ثيرابي، فكاينه فيها خطوره وكاين فيها لي بيان في ديالك كما كنقولوا. فالحجامه اولا كيفاش كنعملوا، فهي فيها بزاف الانواع، ففيها كما كنقولوا بالعربيه الجافه،
معناتها ملي نحطوا هاد الكؤوس، ولكن ما تنعملوش عمليه التشريح، داك التشريح ما كنديروهاش، لاسيني ما كنديروهاش، ما كتنخرجوش الدم. علاش كنديروا هاد الحاله هذه؟ كنديروها عند الناس اللي كيتناولوا بعض الادويه اللي كتجري لهم الدم، فبالتالي كيكون واحد الخطوره في تجريح دوك الناس، فيقدر ان سيل الدم يكون مستمر وما يقدرش يحبس. كاين ناس عندهم مثلا فقر الدم ايضا ما يمكنناش اننا نعملوها لهم. كاين ناس عندهم ديابيت، مرضى السكري مثلا، كنخافوا ان هذوك الجريحه ترجعوا لنا ديزانفلام ايت انفلاما، ويعني يطرى لهم واحد الالتهاب او لا غيره. فهنايا الحجامه جات بزاف الانواع. الحجامه الجافه كما قلنا، كاينه عاود الدمويه اللي كنديروها للشباب، يعني ابارتيغ من 18 عام، ابتداء من 16 عام، 18 عام حتى مثلا حتى 60 66 عام، الا ما كانش عنده امراض يمكن لنا اننا نديروها دمويه. فهذاك التجريح غير باش نشرح، لان بزاف الناس غالطين في الحجامه، واللي كنشوفوا بزاف المواقع والحوايج اللي كيخلعونا وكيخوفونا اليوم كدكتور ناتوروباث، كنقول ان هذا الشيء خطير بزاف ملي كنشوفوا كميه الدم اللي كتخرج. فلو كانت الحجامه كتعمل بكم كمية الدم الكثيرة، فيكفي أننا نتبرعوا بالدم. أنا كنظن أن التبرع بالدم أحسن، ما فيه لا ألم لا والو، غادي نتبرع وننفع الناس بالدم. فهنا الحجامة المبتغى ولا الأصل ديالها ماشي في كمية الدم، وإنما في دوك التجريح الجرح اللي كنديرو، في داك الافتحات اللي كنديرو بالبيستوري، يعني هذاك التجريح فهنا كنخلقوا بما كنعرفوا أن الحجامة كدار في الظهر فوق الجلدة اللي كتكون عندنا فيها لي يعني اللي فيها شعيرات، يعني بحال الظهر ديالنا مثلا. فهنا هي بوابة ديال الدماغ كما بغينا نقولوا، هي فين كتلق لينا ملي كنجرحوا. فهنا كنخلق المخ، كنخليوه انه يفرز لينا لا مورفين، ماده لا مورفين، باش كومسا الالام ديالنا كتنقص، التوكسين تيخرجوا لينا مع داك شويش ديال الدم. فيمكن لي توكسين او السموم يخرجوا لنا بحال الغاز، كيخرجوا لنا حتى بالجافه. فملي كنديروا الكؤوس جافه هنا المسام تتفتح، وبالتالي تيخرج لنا دوك التوكسين كما كان. يعني ليس بالضروره يكون جرح يعني عن طريق الدم، لا علاقه مع كثره الدم، فهو غلط اللي كيخلي بزاف الناس يخافوا، الناس كيفقدوا الوعي ديالهم، الناس كيعياو وكيخرج من بعد حصه الحجامه اللي خصو يحس براسو انه مزيان. بخصوص يعني امراض الروماتيزم وامراض المفاصل والعظام، دكتورة منى، هل هناك ضمانات؟ يعني هل هناك يعني ناس ارتياح؟ نعم، حتى بالنسبه للدكتور كيلي، فانا كنتمنى انه سخطو في المدينه ديالو انه يبدا يعمل للناس الحجامه، لانها جد مهمه، لكن يسمح له الوقت ديالو اكيد، او لانه يجلب اللي عنده بعض التقنيين علاش ديال الحجامه، لانها تدخل بزاف العلاج ديال المفاصل. ماشي في كاع الحالات، فملي كنقولوا انفلاماسيون لا ورك مثلا، عندي واحد المساله وكنا ديجا تطرقنا ليها في البرنامج ديال الاستاذه خديجه، انا ملي كيكونوا امراض مثلا اللي كتدعي الجراحه، فاحنا ما نجيوش نقولوا ان الحجامه تتدخل وتقدر تجي عوض. هي دائما تكميليه، تنأكد عليها في كاع لي باساج ديالي، كنأكد وعمرها ما تتعوض. حتى الناس اللي كيجيو عندي متبعين عندي كنقول لهم عمرها ما تتكون بديله، وانما هي تكميليه، تنأكد عليها سي لا كومبليمونتير. الوغ هذه الحجامه بالنسبه للامراض المفاصل، كنعرفوا ان لي توكسين او ما نسميوه بالسموم، فهما تيتراكموا لنا في المفاصل، هذا علاش كتحس ديك لافاتيك، الارهاق، العيا، ما قادرش تحرك، هذا هو التفسير ديالها. وفي نهايه المطاف الناس كيرتاحوا، يعني بشكل ابسط يعني الناس كيرتاحوا يعني وارتياح، ولكن لن واش ارتياح نفسي او ارتياح عضوي دكتوره؟ ارتياح عضوي اكيد، لان البدن كيرتاح، فاحنا كنخرجوا كنطرحوا واحد السموم خارج الجسم، بالتالي كيخفوا علينا العظيمات ديالنا بهذا المصطلح اللي تنقولوا الدارجه. دونك هنايا الحجامه كتعمل لنا في هذا الاختصاص هذا بالنسبه له كتكميلي. غادي نرجع معك بطبيعه الحال فيما يتعلق بالادوات المستخدمه او الالات المستخدمه، لان فيها الكثير ما يقال ايضا. غادي ننتقل للدكتور عصام الوكيلي. يعني مؤخرا لمع في المحافل الطبيه في الاونه الاخيره كما قلت نجم الحجامه، واللي حققت يعني الحجامه واحد القبول كبير لدى الكثير من الناس، وهذا لاحظناه ونجحت يعني نجاحا بارزا في شفاء الكثير من الحالات المرضيه اللي كانت مستعصيه على الطب، واللي وقف يعني الطب الحديث عاجزا امامها. الى اي حد هذا الكلام له جانب من الصحه دكتور وكيلي؟ استاذه خديجه، انا هذه المساله هذه بطبيعه الحال ديما كاينه، ماشي زعما غير مؤخرا، يعني نعم. منذ بدات كتستعمل الحجامه يعني ديما كان عندها واحد التاثير واحد الدور انها كتعالج بعض الامراض، لان كما قال الاستاذه منى هي مسائل تكميليه وكتعاوننا يعني ديك النقطه الاخيره اللي هي اللي كتعاون فيها الحجامه باش الانسان يقدر يتشافى.
بطبيعة الحال إلى ربنا البال مؤخرا كيبانوا لنا بزاف ديال النجوم بحال كريم بنزيما ولا نادال ولا مايكل فيليبس في السباحة اللي كانوا كيبانوا أنهم ديال راس ديال الحجامة. وهنا خدات الحجامة داك الصدى العالمي وبداو كيقولوا الناس بأنها راه عندها تأثير. وهذاك بطبيعة الحال حنا ما كنفندوش هادشي كاين وكتعاون، ولكن كيف ما قال الدكتورة منى ديما هي كمسائل تكميليه، ما يمكنش غادي ناخذوها كيف ما يعني لن تعود الجراحه مثلا او تدخل جراحي. لا ممكن طبيعه الحال ممكنش عمرها تقدر تعوض الجراحه ولا ممكنش تعوض الادويه، ولكن هي تكميل وكتساعد بطبيعه الحال في علاج واحد المجموعه ديال الامراض. ومن ناحيه ديال النقطه اللي قالت الاستاذه منى انها كتعالج من ناحيه العضويه بطبيعه الحال لان عندها بزاف ديال التدخلات من الادويه، ولكن حتى من الناحيه النفسانيه كما قلتي استاذه خديجه على حسب هذاك، لان الحجامه ملي كيديروا دوك الخدوش كاين واحد لي زيتود كيبينوا انه كتكون واحد لا ليبراسيون ديال لا سيروتونين. السيروتونين واحد الماده اللي كتعطي واحد الراحه النفسانيه، كتعطي واحد الراحه جسمانيه. وهنايا كيف ما قالت الاستاذه منى ما خصناش نتبازوا على داكشي ديال الدم كثير باش يخرج، لان بالعكس غنطيحوا الانسان في عياء وفي تعب. المهم عندنا هو داك التشريطات ويكون ولا الحجامه بشكل يعني دقيق، وربما حتى التقنيات المستعمله. هذا يقودني لان اتساءل مع الدكتوره منى على الامراض اللي يعني تعالج باستخدام الحجامه، وهل من ضمانات، لان الان الناس كيشاهدونا كاين اللي ما عمره ما تجرأ انه يعمل الحجامه، ولكن ربما ملي غادي يسمعوا الضمانات العلاجيه يقدروا أنهم يلتجؤوا للحجامة. جانب آخر دكتور منى، البعض كيعترض على الأدوات المستخدمة في عملية الحجامة، إلى ماذا يعود هذا الاعتراض؟ هل ربما اختلط الحابل بالنابل كما يقال؟ ربما كاين أماكن اللي لا يستعمل فيها هذه الأدوات أو هذه الآلات اللي كتكون ربما علمية ومعقمة أو شيء من هذا القبيل. دكتورة أريد توضيحا في هذا الجانب. نعم استاذه خديجه، اكيد هذه نقطه جد مهمه واللي كتجعلني فريمون كتضرني وكتقلقني كمعالجه طبيعيه. هذا العلاج بالحجامه فهي واحد التقنيه اللي كنلجؤوا ليها قبل ما نمرضوا اولا، فهي تقنيه كما كنقولوا تقنيه ديال سي بريفونتيف يعني وقائيه. فانا قبل ما نمرض كيخصني ندير الحجامه، ماشي حتى كنمرض ما نبقاوش نخلطوا الحجامه بالامراض. الحجامه هي وقائيه يعني باش نتفادى بزاف الامراض، منها الامراض كما كنقولوا حنايا العضويه هكا لي زارتيكولاسيون، كنقولوا الم الراس، كنقولوا بزاف الحوايج اللي ما نقدرش نقول اي الام اللي كنحسوا بها في الجسم ديالنا. فبمجرد ما كنديروا الحجامه كتكون فعاله اكيد، يعني كاين واحد النوع من الراحه اللي ملموسه واللي كنحسوها من بعد هذيك الحجامه. ولكن اللي كيخوفني واللي كيخوف بزاف الناس طريقه استعمال الحجامه. اولا ملي كنديروا الحجامه في التشريط يعني ملي كنخدموا كنلقاو بزاف المعالجين في الفيديوهات ما اللي داتوا دابا ولا اللي كنشوفوا دائما، فكنلقاو ان التشريط كيكون العكس ديال المسارات ديال الدم العريقات، كنلقاو غادي الفوق ولا جنب، فدائما كنحترموا العريقات الدم يعني كنجيو من جهه الراس للتحت. هذه اول حاجه. ثاني حاجه الادوات المستعمله، اول حاجه كاين بيشتوغي ماشي الغازواخ لان الغازواخ خطير، كاين لي فونتوز او لا هذوك الكؤوس البلاستيكيه اللي كتسمى جوتاب. دكتور عفوا على المقاطعه لان لربح الوقت في نقطه في غايه الاهميه وبغيت اننا نوضحوها معك لان هذه هي الفرصه. فيما يتعلق بهذه الكؤوس اللي ربما تستعمل اليوم، ولكن انا بحثت قليلا ولقيت ان كاين اخر ربما التقنيات الحديثه في هذا المجال، تقنيه جديده ربما توضع على الجسد على الظهر على ما أعتقد مستشعرات يعني ربما تبين أين يجب وضع هذه الكؤوس يعني في المكان المناسب، يعني حتى ربما ربح للوقت أيضا وربح أو تفاديا لخطأ معين على ما أعتقد. نعم هو شوف الممارسات اللي كنشوفوا في الفيديو في بزاف الحوايج غلطه 100%. لا هذا ربما هذا تحدي جديد، هذه تقنيه جديده، هذه تقنيه جديده تسهل عليكم العمليه.
الجسم كامل اكيد في اي موضع كنحط فيه الكؤوس مزيان، غير هي المناطق اللي كنجرحوا اللي كنديروا فيها على نتيجه ما كيخصهاش كلها تكون في الظهر كامل وفي الجسم كامل، كاين مناطق معينه نقدروا نقيسوها مناطق ما نقدروش نقيسوها. فملي كنشوفوا الكؤوس في مناطق في الجسم كامله فهنا يا اما كتكون استعمال النار يعني السخونيه او الجافه، فهنا ما كاينش مشكل ما كاينش خوف. فهنا كنقولوا بالنسبه للناس اللي غير ممارسين او المتمكنين من الميدان يعني كيلزا انه يحط الكؤوس في جميع مناطق الجسم بما كنشوفوا هذا العاج كنشوفوا بهذوك ديال النوكس ديال الكويفر كنشوفوا بزاف الوغ هادو انا كنتخوف منهم. علاش؟ لاننا هم كيتم الاستعمال ديالهم لجميع الناس، بالتالي كنحاولوا اننا نتفاداهم. نستعملوا الكؤوس البلاستيكيين كنا نحطوا على الجسم ديالنا كامل ولكن ماشي الجسم كامل. طيب. كيتجرح فكيخصنا نردوا البال هاد المسائل. طيب دكتور عصام، سؤال له علاقه بتخصصك في الطب الحديث اليوم في المغرب، ما هي اخر تطورات العلاجيه فيما يخص أمراض العظام والروماتيزم أمام يعني ما حققته الحجامة؟ هل هناك يعني ربما تقنيات حديثة أو علاج حديث في المغرب؟ بالنسبة للعلاجات الحديثة اللي كاينة في تخصص العظام والمفاصل هو ما يسمى يعني بالنسبة للمفاصل كنقولوا الجانبية مش بالنسبة للمدار. بالنسبة للمفاصل الجانبية كاين ما يسمى بالبي ار بي أو البلازما غيشون بلاكيت اللي كنحقنوا البلازما في المفصل، وهذا الشيء كيخلي ان المفاصل يرتاحوا ويرجع لهم اذا كاين تقنيات حديثه كاين علاجات جديده وعلاجات متطوره وحديثه ياك بطبيعه الحال هذا هو الاهم. نعم. وبالنسبه زعما المستجد اخر ما كاين في هذه التقنيات كاين استعمال الخلايا الجذعيه. جيد. استعمال الخلايا الجذعيه حتى بها سنكتب لأن يشيرون دكتور وكيلي عفوا وعذرا على المقاطعة يشيرون أننا وصلنا للختام. كنشكركم وكنعتذر أننا هو الموضوع فيه الكثير ما يقال ولكن الوقت يعني داهمنا بسرعة. كنشكرك جزيلا دكتور عصام لوكيلي على كل ما تفضلت به وعلى كل هذه الإضاءات. شكرا جزيلا. بارك الله. مرحبا. شكرا. الشكر موصول أيضا لك دكتورة منى أماني على كل ما تفضلت به وعلى كل هذه الشروحات القيمة. شكرا دكتورة منى. العفو أستاذة خديجة، شكرا على الاستضافة. مرحبا نورتيني. مرحبا. شكرا لفريق العمل، شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة. ألقاكم غدا وتحدي جديد على قناة ميديان تيفي مع كامل محبتي.